مئة الآلاف من المتظاهرين في صنعاء وفي 16 محافظة أخرى كانوا على موعد مع جمعة جديدة سموها جمعة الإرادة الثورية. المتظاهرون رفضوا كل أشكال التفاوض والحوار السياسي، ودعوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأمريكا والسعودية إلى وقف التدخل في شؤون اليمنيين. وأقول لأمريكا وأقول لأوباما بالذات أن موقفكم اللا أخلاقي من ثورة اليمن، يا من تدعون الحرية وتدعون الديمقراطية، إنكم لا تختلفون كثيرا عن هذه الأنظمة الدكتاتورية التي تريدونها ديمقراطية لكم أنتم فقط. المتظاهرون في البيضاء وشبوة والضالع رفضوا بقاء أولاد الرئيس وأقاربه، وهتفوا بصوت عال لمحاكمتهم. أما في الحديدة ولحج فقد دعا المتظاهرون الذين شيعوا جثمان قتلهم بتشكيل مجلس انتقالي وبناء يمن جديد وفاء لدماء من وصفوهم بالشهداء. المظاهرات عمت محافظة كثيرة بينها عدن جنوب البلاد التي قتل فيها مواطن وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق قوات الجيش والأمن النار على موكب تشييع جثمان أحد الناشطين. ما زلنا نعمل مسيرات عشان يحاكموا أبناءه وأقاربه، عشان أنه لا نريد أبدا أنه دم الشهداء ننساه أو نتخاذل عنه. أو جمهوري حرس جمهوري، جمهورية إيش؟ وهو بيقتل جمهوره ويقتل شعبه، فما سلاح من هذا؟ سلاح الشعب، من ضرائبه، من جماركه، من ثرواته، من عائداته، من دم قلبه. وفي إب وحضرموت وصعدة وتعز التي صمدت رغم القصف فقد تظاهر مئات الآلاف، وأعلن ثوار تعز تشكيل مجلس شباب الثورة محذرين أحزاب المعارضة من القبول بحكومة توافقية مع بقايا نظام صالح، معتبرين ذلك خروجا سافرا عن مسار الثورة وخيانة لدماء الشهداء والجرحى. بالإرادة الثورية يقود المتظاهرون إنهم سيواصلون ثورتهم، لكنهم يقولون أيضا إنه لا معنى لثورتهم إذا بقي نجل الرئيس وأقاربه في مواقعهم دون محاكمة بعدما فعلوا بالمتظاهرين السلميين، وإن الخطوة التالية هي البدء في محاكمتهم وإسقاط بقية أركان النظام. أحمد الشلفي، الجزيرة، من شارع الستين بصنعاء.